مساء الخير، حابة كده اقعد ادردش معاكم عن حاجة مهمة قوي في حياتنا. حقوق الجار. زمان كنت عملت فيديو كنت قلت فيه هو احنا محتاجين ايه من جيراننا، او ايه حقوق الجار اللي مطلوبة مننا ناحية بعض. بصراحة اتكلمت عن حاجتين: ان احنا لما نتقابل بالصدفة نبتسم في وش بعض ابتسامة ظريفة خفيفة كده، وان لو جاري لجأ لي في حاجة او عرفت ان هو مريض ان انا اسأل عليه سؤال كده يكون ظريف، ولو لجأ لي في حاجة انا اقدر اساعده فيها من غير ما تضرني اكيد طبعا مش هتأخر. فول ستوب، مش اكتر من كده. لكن لا انا اتطفل عليه ولا هو يتطفل عليا، ولا انا اخبط عليه في اوقات مش المفروض ان انا اخبط عليه فيها، ولا هو كمان يضايقني ويزعجني في اوقات مش المفروض ان هو يزعجني فيها. ليه انا بتكلم في الموضوع ده تاني في فيديو جديد؟ من كام يوم قاعده كده شفت، لقيت بوست على الفيسبوك، يعني واحده قاعده بتحكي حكايتها انها خبطت على واحده من الجيران عندها في العماره، وان الست دي شافت من العين السحرية، هي مركزة معايا مع الباب لدرجة ان هي خدت بالها ان الست بصت من العين السحرية وما فتحتش وما ردتش عليها حتى، وما قالت لهاش لا موجودة ولا مش موجودة ولا اي حاجة. والله اعلم اللي شافتها دي اصلا وفتحت لها، يعني بصت من العين السحرية، هي ست ولا الراجل جوزها ولا الله اعلم. وان هي زعلت جدا جدا جدا، ازاي الست تعمل حاجة زي كده وازاي ما تفتح لهاش. بعد شوية لقيت السيكيوريتي بيخبط عليها وبيقول لها: يا مدام، هو حضرتك من شوية انتي اللي خبطتي على الشقة دي؟ فقالت له: ايوه. قال لها: طيب حضرتك كنت عايزة منهم حاجة؟ لو عايزة اي حاجة او تسألي او عندك استفسار على اي حاجة ممكن حضرتك ترجعي للامن واحنا نقول لحضرتك، لكن لو سمحتي هو مش مسموح، يعني ان حضرتك او المدام اللي ساكنه هنا مش عايزه حد يخبط عليها. قلبت الدنيا وقومت الدنيا، يعني ما قعدتهاش زي ما بيقولوا. اللي زعل بقى في الموضوع الناس اللي ردت عليها في البوستات: لا حول ولا قوه الا بالله، احنا في اخر الزمن، بكره ان شاء الله لما هي تحتاج حاجه من حد ما تلاقيش حد يرد عليها، بكره مش عارف ايه. واحد ولا الاتنين اللي ردوا وقالوا: يا جماعة التمسوا الأعذار، يمكن في عذر، هي ما ت... يعني مش هتقدر تفتح وما تقدرش تقولوا لحد. طيب تعالوا نفكر كده مع بعض ببساطة. طيب أنا لو واحدة ست مثلا، جوزي صعب وحالف عليا يمين طلاق تلاتة، لا رد على حد ولا افتح لحد الباب، هل أنا المفروض عشان فضول حضرتك غصب عني افتح لك؟ انا اللي غصني بقى كمان في البوست ان هي عايزه تعرف اسباب هي ما بتفتح لهاش ليه. لا انتي كده فضوليه وقلة الادب وعايزه تتدخلي في شؤون غيرك. والله انا اسفه يا جماعه ان انا بقول الكلام ده، بس فعلا يعني لا، احنا في اخر الزمن ان الناس تلوم بعض على ان انتي ليه مخبيه على حالك وليه مش عايزه تقولي مشاكلك وحواراتك لحد؟ ما يمكن انتي خبطتي عليها في وقت كانت بتعيط ولا زعلانة ولا في مشكلة عندها ومش عايزة تفتح لحد عشان ما يشوفهاش بالمنظر ده. ما يمكن عندها طفل نايم ومش عايزة حد يدخل عشان ما يزعجوش او الكلام ده كله. ما يمكن بتعمل حاجة في بيتها ومش ده مش وقت مناسب انك انتي تخبطي عليها. ايا كان اسبابها ايه، يعني الاصح بقى كمان ان انت مش المفروض تعرفيها. هي مدام رافضه من البدايه ان حد يدخل بيتها في الوقت ده وانها تفتح لحد في الوقت ده ولا تكلم حد في الوقت ده، انت يو هاف تو ريسبكت، انت لازم تحترمي ده. والناس اللي بيشجعوا بعض على الفضول، لا، وانا اللي مستغربه له ان انت يا بجحتك عامله بوست وبتقولي فيه هتتجنني عايزه تعرفي هي ما بتفتحش ليه. انتي مالك، انتي مالك بصوت عبله كامل، انتي مالك، عندها اسبابها، انتي مالك.
مالك؟ انت مش فاهمك اساسا في الحاجات دي، انت مالك؟ وانت ايش دخلك بينا انت؟ سواء الاسباب دي وقت مش مناسب، سواء دي ظروف معينة، هي ست انطوائية مش عايزة تختلط بحد، هي عايزة تحط حدود مع الناس. وفعلا انتي مدام ساكنة في مكان، يعني غالبا الناس اللي ساكنة في الرحاب وفي مدينتي وفي كومباوندز وحاجات زي كده، انتي مش محتاجة للجيران في حاجة، انتي عندك في خدمة عملاء تقدري تتصلي بيهم لو في مشكلة في حاجة، الكلام ده كله، فانتي مش محتاجة تتحشري في كل شقة شوية عشان خاطر تعملي ده. وانا واحدة من الناس عندي تجارب شخصية مع الموضوع ده، يعني انا من فترة من كام سنة كده جا سكن الناس في العمارة اللي انا فيها، وبدون سبب عايزين يتعرفوا عليا بطريقة غير عادية. لما كنت لطيفة معاهم وسمحت لهم، وصلت الأمور إنهم بقوا بيخبطوا عليا وبيرنوا عليا الجرس الساعة 2 و3 بالليل. فللأسف دول كانوا تجربة خلتني لأ، بعد كده لأ، مش هسمح لحد، ما اديش لحد وش بقى، ما عشان أنا أعرف أعيش حياتي وأعرف أنام وأقوم لشغلي الصبح وأعرف أتعايش وفي وقت بالليل ده لازم، ده وقت لازم يحترم، الناس بتنام فيه، بتصلي فيه، قاعدة فيه، ما بتعملش حاجة، مش عايزة أتكلم حد. ما دام أنا ما سمحتش لحد ولا رديت على حد وقلت وسمحت له إنه يزورني في وقت زي ده، يبقى لأ طبعا مش مسموح. ففي ناس فعلا في زماننا ده لما بنتساهل معاهم ولما بنديهم وش بيأفوروا في التصرفات، يعني انتي تفتحي لها مرة خلاص بقى كأنك بعت لها الشقة، عايزة تيجي وتدخل وتسأل في كل حاجة وتدخل وعايزة تعرف كل حاجة، وعايزة تعرف انتي حاطة الكرسي ده هنا ليه وما حطيتيهوش في الحتة دي ليه، وعايزة تعرف كل حاجة عنك، وعايزة تعرف كل مشاكلك، وعايزة تعرف وطبخة ايه النهاردة. طب نفرض ان انا ما عنديش حاجة اقدمها للضيف اللي جاي او للجار اللي داخل وهيدخل يحرجني، هيتسبب في احراجي، ما انا بقى لو جزرني حد وهو مش مكلمني في تليفون ومش قايل لي ان هو هيخبط عليا، ما هو انا لو ما قدمتلوش حاجة هبقى بخيلة، ولو عرفته انا ما قدمتلوش ليه هبقى في موقف وحش، لاني هبقى بخرج اسرار بيتي بره. فيا جماعة لو سمحتوا ما تحرجوش حد وما تزوروش حد ولا تخبطوا على حد غير لما تكونوا اصلا يعني واخدين منه ميعاد، مكلمينه في تليفون، معرفينه ان انتوا هتخبطوا عليه وهتعدوا عليه، الاصول بتقول كده، والحمد لله بقى في موبايلات وتليفونات نقدر نتواصل منها. انتي مالك؟ انتي مش فاهمك اساسا في الحاجات دي، انتي مالك؟ وانتي ايش دخلك بينا انتي؟ عايزة تعرفي هي مش عايزة تفتح ليه، انتي مالك، انتي مالك فعلا فعلا بصوت عام بلا كامل، انتي مالك، ايه الفضول ده، ايه الفضول اللي احنا بقينا عايشين فيه ده؟ واحد تاني، والدليل على ان بيبقى اللي ورا القصص دي في فضول وشخصيات مش كويسة، في واحد جه قال لك انا متضايق قوي من السكن في المدن الجديدة والحاجات دي، وكاتب بوست برضو كده، هو يعني ايه معرفش خبط على جار استلف منه بصل ولا استلف منه سكر ولا ملح ولا الكلام ده؟ طب وانت يا نطع انت عايز تستنطع على جيرانك ليه؟ ما هو معلش برضو انت ليه تحرج الناس؟ وليه انا اتحط في موقف ان انا حد يخبط عليا يستلف حاجة؟ ده مش بخل يا جماعة، يخبط عليا يستلف حاجة ويكون ما عنديش وما اقدرش اديله وابقى محرجة اقول ان انا ما عنديش واتحط في موقف وحشة، ليه انا، وليه انت عايز تتعرف على الجيران عشان مصلحة وعايز تاخد منهم ده وبصل وطماطم ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ على فكرة الناس اللي بتكتب البوستات دي ناس في منتهى الفضول، وعلى فكرة بيبقى الغرض من معرفة الجيران عندهم حاجة مش كويس، غرض مش كويس. احنا اصلا عايشين دلوقتي في وقت وحقبة من الزمن محدش فاضي، جيران ايه اللي انتوا عايزين تتزوروا وتدخلوا وتخبطوا على الجيران في اوقات ممكن تكون مش مناسبة ليهم؟ ما هو الوقت المناسب ده مسألة نسبية من شخص للتاني. انا واحده من الناس عندي من بعد صلاه العشاء ده وقت مش مناسب، ما احبش حد يرن الجرس حتى. في ناس تانية عندها وقت الساعه 3 و4 ده وقت غدا وده وقت مش مناسب ان حد يخبط عليها. في ناس تالتة عندها هي بتصحى من النوم على صلاه الظهر،
فلحد الساعة 1 ده وقت مش مناسب إن حد يخبط عليها أو يتصل بيها. فالوقت المناسب ده مسألة نسبية من شخص للتاني، فدي حاجة محدش يقدر يحددها. أنت عايز إيه بقى من الناس دي؟ عايز منهم إيه؟ وأنت مالك أو وأنتي مالك؟ بجد ربنا يجيرنا من التطفل والفضول، هو ده أساس البلاوي كلها. وبعدين مسألة بقى من الشكل الأمني، أنا أمنيا مش مطالب إن أنا أفتح لأي حد، وأنا شعرفني أنت جارتي في العمارة ولا مش جارتي، ما أنت يمكن تكوني واحدة مأجرة شقة جنبي ومأجراها لفترة مؤقتة وجاية تعملي مصيبة في المكان وبتجمعي معلومات عن الناس اللي موجودة وهتعملي مصيبة وتمشي. أنا شعرفني، أنا أعرفك منين؟ لما بعرفك يبقى ربنا يحلها بقى بعد كده، ابقى ادخلك شقتي وافتح لك والكلام ده كله. لكن نفرض ان انا ما اعرفكيش، امنيا انا مش المفروض ان انا افتح لك ولا مطالبه ان انا ابرر لك، وانا ما اعرفش انت مين وعايزه ايه واصلك ايه وبنت مين وجايه لي ليه والكلام ده كله، وانا مش مكبره المواضيع. لا، هو ده الصح في الزمن اللي احنا فيه، اللي فيه سفاحين وفيه مش عارف ايه وفيه ناس بتتعرف على حد لهدف المصالح وفيه مش عارف ايه وفيه حرامية وفيه قتالين قتلة وفي الكلام ده كله. انا لازم احافظ على نفسي، لازم ابقى قاعدة. ولو انا عندي تعليمات من زوج او من اب ان ما تفتحوش الباب وانا مش موجود مثلا، فولو ستوب، انتهى الموضوع. احنا هنتدخل في شؤون الناس كمان؟ احنا هنتدخل في البيوت ماشيه ازاي؟ طبعا انا بعتذر عن الدوشه دي، بس الولاد بيلعبوا يعني في الجاردن، ولاد الجيران، وبنحترم طبعا ان هم عايزين ينبسطوا قبل ما تبتدي الدراسه وبيلعبوا، هم عاملين ازعاج شويه بس يعني مش مشكله، نتحمل شويه يعني. المهم بس اهم حاجه ان تكون الرساله وصلت وتكون الناس فاهمة ومدركة كويس ان في حاجة اسمها خصوصية. خصوصية يا خلق، خصوصية يا عالم، كل واحد حر في الاربع حيطان اللي قاعد جواهم، سواء شاريهم سواء مأجرهم سواء بيدفع الدم عشان البيت ده يفضل مفتوح. انا حرة، مش عايزة ادخل واحدة ست عشان جوزي مثلا عينه زايغة، مش عايزة ادخل واحدة ست عشان خاطر في عندي اخ، عندي حد مريض في البيت ومش عايزاها تشوفه، مش عايزاها تاخد بالها منه. عندي كائنات زي دول كده، كائنات اللطيفه العسل دول، الكائنات دي بتخاف لما حد يدخل عندي الشقه. انا واحده من الناس ساعات يعني بتبقى عندي مشكله من القطط، فعلا بتخاف جدا من اي زير. اجي افتح الباب ممكن قط يبقى عايز يلعب فيجري مني، بالنسبه لي فتحه الباب مشكله يعني. انا واحده من الناس كده. فلو سمحتوا سيبوا كل واحد في حاله، ملكوش دعوة اللي بيفتح الباب ما بيفتح ليه واللي ما بيفتحش ليه. اللي عايز يتعرف على الناس اهلا وسهلا، اللي مش عايز ما يتعرفش هو حر واهلا وسهلا بيه برضو، بس كده فول ستوب. وكفاية فضول، كفاية فضول. وانتي مالك بصوت عبلة كامل تاني، وشكرا. انتي مالك؟ انتي شاهمك اساسا في الحاجات دي؟ انتي مالك وانتي دخلك بينا انتي؟